عيدكم مبارك وأهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشة المشهد السياسي والعسكري اليمني في يوم العيد. عيد آخر في حضرة الميليشيا، ولا شيء تغير منذ عامين عندما اجتاحت هذه الميليشيا حياة اليمنيين. العيد الذي كان فرصة لالتقاط الأنفاس أضحى كابوسا آخر في ظل هذه الحرب التي لا يبدو أنها في طريقها للنهاية. هذا العيد الذي كان يفترض أن يحصل فيه اليمنيون على هدنة من الحرب ليتمكنوا من لملمة ما تراكم خلال عام مضى، يبدو يوما آخر من أيام الحرب مع إصرار الميليشيا على الاستمرار في حربها. في مختلف الجبهات كانت الميليشيا تصاعد من عملياتها العسكرية لتقول إنها لا تزال قادرة على المضي في معاركها باتجاه الهدف الذي تريده. في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث سنناقش المشهد اليمني بشقيه السياسي والعسكري، وكيف انعكس على حياة اليمنيين في يوم العيد. نبدأ النقاش مع ضيوفنا لكن بعد متابعة هذا التقرير. يأتي العيد ويذهب آخر، بينما تستمر آلة الحرب، وهو ما لم يجد فيه اليمنيون من وقت ليلتقطوا فيه أنفاسهم أو يشعروا بقليل من البهجة. فسحة العيد أو هي ما تحولت بسبب حرب الجماعة الإنقلابية إلى مجرد ذكرى عابرة بالنسبة للمواطنين، فلا عيد في ظل الحرب ولا أفقا لنهاية قريبة لصراع يسرق الحياة سنة بعد أخرى وعيدا بعد عيد، وتتضاعف فيه معاناة الناس إن عدمت الخدمات وتفاقمت مشاكلهم الاقتصادية والصحية، كما ساهم الارتفاع في الأسعار بغياب الفرحة بالنسبة للمواطنين، وحرم الكثيرين منهم الانخراط في تفاصيل العيد. هنا في مدينة تعز خرج الناس لأداء صلاة العيد، حيث تعلو تكبيرات الصلاة بينما تتزامن أصوات الاشتباكات والقصف في الجبهات مع أصوات المصلين. أما في مأرب تقول المعلومات إن منصات الباتريوت اعترضت صاروخا باليستيا في سماء المحافظة وأسقطته قبل أن يبلغ هدفه. البيضاء وحجة وشبوة لا تهدأ المعارك فيها حتى تعود إلى الواجهة مجددا، بينما تتكبد فيها الميليشيا خسائر فادحة. عوضا عن الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا فيما مضى بحرب دفعت ميليشيا الحوثي وصالح البلاد إليها، ثم ظلت تعمل على حصد أرواح عناصرها قبل خصومها وتستنزفها عسكريا واقتصاديا، في وقت أسقطت كل دعوات الحل السياسي خلال سنة في مراوغة مكشوفة لم تحقق فيها سوى المزيد من نزيف الفرص بالركض خلف معتقدها أنها أهل لحسم المعركة والاستفراد بالسلطة والثروة. ذلك شأن الميليشيا إذن في العيد أو في أي وقت آخر لتختبر بهجة المواطنين، لكن على ما يبدو طال الاختبار في ظل حرب اغتالت حارس الفرحة المغدور، فرحة العيد. ينضم إلينا الآن من الرياض مشاهدينا الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني. مساء الخير ياسر، وكل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا محيودي، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، وإذن الله السالمين إن شاء الله إلى وطننا الحبيب بإذن الله. ياسر، أستاذ ياسر، في عيد الأضحى الماضي كان الرئيس ونائبه في عدن، هذه المرة يبدو أنه اختار البقاء في الرياض أما نائب رئيس الجمهورية تواجد في مأرب. هل هذا يعني أن مسألة عودة السلطة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن لا تزال بعيدة إلى حد ما؟ لا أعتقد ذلك. الحكومة الشرعية كانت متكاملة بكامل أعضائها متواجدة في عدن قبل أسابيع أو شهر من الآن، ولكن يعني هناك أمور فنية يجري ترتيبها لإقامة الحكومة. نحن نعرف جميعا أن عدن الآن ليست مؤهلة تأهيل كافي لاستضافة الحكومة والرئاسة في آن واحد، لا توجد مقر إقامة كافي. نحن نعرف جميع ميليشيا الحوثي والنخلع صالح دمرت كل المؤسسات الوطنية في العاصمة مؤقتة عدن. الآن في العاصمة عرفا يجري تأهيل كثير من المرافق الحكومية لاستيعاب المؤسسات الحكومية. هناك أنباء عن نقل بعض وسائل الإعلام الرسمية وبعض الوزارات خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة تدريجيا إلى العاصمة المؤقتة عدن. تجري كثير من الأمور، يعني الدولة منشغلة بالحرب أكثر من البناء في هذه المرحلة. نحن نعرف جميعا أن أهمية المعركة اليوم في صنعاء يعني مهمة عند الحكومة الشرعية، يعني الأولوية تخضع للحرب وليست للبناء. البناء يعني في هذه المرحلة
تستطيع، ونعرف جميعا أن الدولة في حرب والموارد الدولة ليست كافية للقيام يعني بتأمين مناطق كثيرة ومرافق كثيرة لاستضافة الحكومة الشرعية. لكن اليوم نائب الرئيس موجود في مأرب، والحكومة ستعود حسب ما يسرب حاليا إلى عدن بعد العيد إن شاء الله بإذن الله. إذن رئيس الجمهورية في خطابه البارحة أكد على عدم تقديم أي تنازلات تنتقص من تطلعات اليمنيين، هل هذا يعني أن الرئيس يواجه ضغوطات أو السلطة الشرعية تواجه ضغوطات للتنازل بشكل أو بآخر؟ قد ربما تكون هناك ضغوطات من بعض الفاعلين أو دول الفاعلة في المنطقة والعالم، ولكن هي تضغط باتجاه السلام. إلى الآن الحكومة الشرعية يعني تتعامل بإيجابية مع كل المقترحات التي تأتي من هنا وهناك، ولم ترفض أي مقترح أو أي مبادرة أو أي حل يأتي من هنا وهناك. الآن الضغوط منصبة على الطرف الانقلابي الذي رفض الرؤية الأممية والذي رفض أن كل المبادرات التي طرحت ويتعنت لكل المقترحات للحل في اليمن. الحكومة الشرعية اليوم ليست مع مشكلة مع المجتمع الدولي، بالعكس كل المجتمع الدولي، كل سفراء الدول 18، كل سفراء أو الأمم المتحدة يشيدون بموقف الحكومة. الضغوطات تتعرض لها ميليشيا الحوثي المصلوع صالح لأنها هي متتعنت. ربما أراد الرئيس أن يؤكد على الموقف الثابت لكي يطمن الشعب ويطمن الرجال المقاتلين في الجبهات في الداخل بأن الحكومة الشرعية لن تتنازل عن تضحياتهم الجسيمة في سبيل استعادة مؤسسات الدولة. هناك يعني أهداف كبيرة لهذه المعركة السياسية التي يقودها الرئيس عبد الرب منصور هادي و يعني حكومة الشرعية، هي يعني معركة لا تقل عن المعارك التي تخوضها أو يخوضها رجال الجيش الوطني في الجبهات. هذه الجبهة السياسية الرئيس يؤكد للمقاتلين على الأرض بأنهم لن يتنازلوا عن التضحيات التي يقدمها الأبطال في مأرب وفي تعز وفي ناهم وفي كثير من الجبهات. طيب ياسر، يعني من كلامك قبل قليل تحدثت عن نقطة تتعلق بأن هذه المرحلة ربما هي مرحلة مواجهة أكثر مما هي مرحلة بناء، لكن هناك بعض المناطق التي لم تدخل إليها الحرب يعني بحمد الله في اليمن، وهناك مناطق حررت الآن. هذه المناطق ربما تحتاج إلى إحساس أكبر بعملية أو فكرة الدولة بشكل كبير، هل هذا يتحقق برأيك؟ أنا أعتقد أن المناطق المحررة يعني ستشهد ازدهارا خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد تشكيل لجنة من الحكومة تتكون من 4 وزراء لإدارة المناطق المحررة وتقديم نموذج إيجابي للمناطق المحررة. نحن نعرف جميعا بأن الحكومة الحالية كانت تواجه مشكلة في الجانب المالي عندما سيطرت الميليشيا الانقلابية على البنك المركزي في صنعاء، فكانت الحكومة تواجه مشكلة كبيرة عن كيفية دفع الرواتب، عن كيفية يعني استمرار دعم المؤسسات الوطنية في كثير من المحافظات من المناطق المحررة. ولكن الحكومة الشرعية اليوم قامت بعمل خطط عبر اللجنة الوزارية المشكلة التي كان لها اجتماعات مكثفة قبل عيد الأضحى المبارك، وتستمر بعد العيد في اجتماعاتها لرفع تطور لكيفية إدارة المناطق المحررة. وأنا أعتقد بأن هذا التصور كفيل بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتقديم نموذج إيجابي في المناطق المحررة، خصوصا أن الميليشيا الانقلابية فشلت فشلا ذريعا في المناطق التي تسيطر عليها في الإدارة وفي يعني توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين في صنعاء وفي صعدة وفي عمران في كثير من المناطق. نحن نريد أن تقدم هذه الحكومة نموذجا إيجابيا لكي يقتنع من يعني مغرر بهم من ميليشيا الحوثي أو من المواطنين الذي تغررت بهم الميليشيا الانقلابية بأن الحكومة الشرعية جادة باستعادة مؤسسة الدولة وتقدم نماذج إيجابية في خدمة الناس وخدمة المواطنين. أشكرك ياسر الحسني الصحفي في رئاسة الجمهورية، كنت معنا في حلقة اليوم. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، أولا كل عام وأنت بألف خير، وكذلك جميع أفراد الشعب اليمني. أين تقف الأزمة اليمنية في هذه اللحظة؟ أولا كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد علينا ونحن في ظروف أفضل من هذا الظرف العصيب التي تمر به بلادنا حاليا. الأزمة في اليمن لا زالت تأخذ شكل التصاعد تصعيد في التعقيد، هي لا تتجه باتجاه التفكيك ولكنها تزداد
تتشابك أوضاعها وعناصرها يوما بعد آخر، وهذا يشير بأن كثير من الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح. لو كانت تسير في الاتجاه الصحيح لكنا نقول بأنها أصبحت أقل تعقيدا وأكثر وضوحا. هذه هي الصورة العامة التي يمكن لأي مراقب يأخذها عن بعد للمشهد بشكل عام. صحيح بعض الجبهة أو بعض المناطق ربما ينظر لها البعض بأنها أفضل من مناطق أخرى، هناك بعض التحركات هنا وهناك تبدو إيجابية، ولكن بصورة عامة نحن نسير في اتجاه خاطئ، وإذا استمرينا السير في هذا الاتجاه ربما نكون كل يوم يأتي يكون الوضع فيه أسوأ من اليوم الذي قبله، وهذا يشير إلى أن هناك خلل في أكثر من منطقة وفي أكثر من جهة. علينا نحن كيمنيين أن نظل ننتقد وأن نظل نفتح عيوننا بشكل أكبر حول المشاكل التي تتضخم يوما بعد آخر، ومحاولة تصويب هذا المسار عل وعسى أن يحدث هذا التصويب. يعني أنت تتحدث على أن حتى المضي في فكرة مواجهة الانقلاب يشوبها كثير من الأخطاء؟ حتى مواجهة الانقلاب بالطريقة التي تتم أخي العزيز، نحن لم نكن نريد منذ البداية حرب على مستوى القرية، قرية بيت بيت، زي ما قال القذافي زنكة زنكة دار دار، هذه حرب مدمرة. لا نريد أن تنتقل الحرب إلى كل بيت وإلى كل حارة وإلى كل قرية في اليمن حتى نخلص من الحوثيين. الحوثيين كان من الممكن تخلص، لا نقول منهم كأشخاص كحالة طبيعية، ولكن نتخلص من هذا الفكر ونتخلص من هذه المشكلة وهذه الفكرة التي أوقعت اليمن في هذا المكان. كان من الممكن حدوث ذلك بخسائر أقل، بفترة زمنية أقصر، بدماء أقل. نحن لسنا بصدد حرب لا تبقي ولا تذر كما يقال، تدمر كل مقومات الدولة من أجل أن نتخلص من الحوثيين، وبالتالي لن نجد حتى وطن. ولهذا أنا أرى أن الحرب بهذا الشكل وبهذا إدارة العملية بشكل عام، وليست الحرب، لأن الحرب ينبغي أن تكون هي جزء، وهي جزء المكمل للعمل السياسي. ينبغي التعامل مع هذه الظاهرة تعامل سياسي بالأساس، ينبغي احتوائها سياسيا، ينبغي تفكيك تحالفاتها، إضعافها من الداخل، مثل ما فعلت الحركة الحوثية. الحركة الحوثية لم تتمدد كل هذا التمدد بسبب قوتها العسكرية، ولكن بنشاطاتها السياسية. نحن نعرف كيف وصلت إلى صنعاء، كيف فكفكت، كيف استفردت بكل طرف، حتى على مستوى القبيلة، على مستوى الأسرة، ذهبوا إلى كل أسرة واستفردوا بشخص من الأسرة، وذهبوا لكل قبيلة واستهدفوا جزء من القبيلة، ذهبوا حتى إلى الأحزاب السياسية واستهدفوا جزء واستفردوا بجزء من الأحزاب السياسية، وفي الأخير كسبوهم وخسر الجميع. نحن نريد عمل سياسي بالدرجة الأولى، كيفية إضعاف هذا المشروع وتفكيكه واحتوائه بأقل الخسائر الممكنة. ليس أمر يسعدنا أن نرى قتلى من الحوثيين أو قتلى من حتى القاعدة أو أيا كان. الفكرة ليست كم نحصد رؤوس، هؤلاء يظلوا في الأخير أخوة لنا ودماءهم تهمنا مثل دماء أي يمني آخر. ولهذا ينبغي أن يكون العمل عمل منظم، عمل ذو أبعاد كثيرة، وليس الاقتصار فقط في جبهات القتال. هذا أمر يعتبر قاصر جدا. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الناصر. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الكاتب والباحث الأستاذ عبد الباري طاهر. أستاذ عبد الباري كل عام وأنت بخير. اليوم يوم عيد الأضحى، مضى كما رأيت
هناك حرب لم تتوقف، هناك حتى تصعيد من قبل الميليشيا بشكل أو بآخر، ما الذي يحتاجه اليمنيون الآن؟ يا سيدي كل عام أنتم طيبون بالصحة وسلامة. وحقيقة ما يحتاجه اليمنيين الآن هو الأمن والسلام والاستقرار وحياة طبيعية آمنة ومستقرة. الآن اليمن يا سيدي تدمر، تدمر بيد أبنائها الإخوة الأعداء المتقاتلين في الداخل، وتدمر أيضا بعدوان خارجي تقودها العربية السعودية بتحالف عشق، فتدمر البلد، تدمر يعني بحرب داخلية، تدمر بعدوان خارجي، تدمر بحصار داخلي. هل هذا جاء خارجي؟ هذا جاء يعني كما يقول كثيرين بأنه حصيلة لما كان يحدث خلال الفترة الماضية بطلب الشرعية اليمنية في نهاية المطاف. يا سيدي بدأ يعني أيا كانت المبررات الذي يحصل الآن تدمير بلد. بلد الآن في حالة من الفاقة، في حالة من الفقر، في حالة من المجاعة تتجاوز 22% إحصاءات دولية. التعليم يعني ضرب الحياة. الآن اليمني يفتقر إلى يعني إلى لقمة الخبز الكفاف وإلى الشرب الماء النقي. فالبلد الآن تتعرض لتدمير، وكل الأطراف ضالعة في هذه الجريمة بقطع النظر عن البدايات ومن بدأ ومن لم يبدأ. يعني هذه القضية الآن أن البلد تدمر، تدمر بحرب لأول مرة، حرب تمتد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، تشمل اليمن كل اليمن. هذه الحرب المدمرة الآن بحاجة إلى قدر من التنازل، وللأسف كل الأطراف تتقاتل على السلطة ولا تتقاتل على قضية ولا على هوية ولا على مبادئ معينة ولا على مطالب شعبية، تتقاتل على أنفسها في الحكم. هذه الأطراف التي تتقاتل على الحكم لا بد أن تنصاغ الآن إلى الحوار وإلى العقل وإلى تحكيم طيب الضمير والمنطق. وفقا لذلك أستاذ عبد الباري، ما هي مرتكزات السلام الذي تحدثت عليه؟ السلام الذي أتحدث عنه أنه يعود إلى المرجعيات المتوافق عليها، مخرجات الحوار تشكل الأساس وقد تم الانقلاب عليها، وأيضا القرارات الدولية وبالأخص القرار 2216 وتوافق على حل المشكلة اليمنية بتشارك الجميع وبالتوجه لبناء دولة للنظام والقانون، دولة يتشارك فيها الجميع، دولة اتحادية ديمقراطية ما تمثلت في مخرجات الحوار. ليس من حل الآن، الحل العسكري أثبت فشله سواء لدى الأطراف الداخلية المتقاتلة أو لدى العدوان الخارجي. فليس من حل إلا الاحتكام إلى المرجعيات التي توافق عليها وإلى حوار جدي وصادق بين هذه الأطراف لحل هذه المشكلة الحرب التي دمرت البلد وأفقرتها ووضعتها أمام تفكك. الآن البلد تتفكك، تتفكك جنوبا وشمالا، تتفكك جنوبا وجنوبا، وتتفكك الشمال أيضا. طيب أستاذ عبد الباري، يعني في نهاية المطاف خلال جملة واحدة، الخطورة إذا استمرت هذه الحرب ستفلت من أيدي الجميع وستكون بيد أطراف أكثر وحشية وأكثر دموية. طيب في هذه النقطة أستاذ عبد الباري، يعني في منذ أكثر من عام دخلت يعني الأطراف السياسية اليمنية الشرعية والإنقلابيين في أكثر من حوار سياسي، وكان هناك اتفاقات وتم يعني حتى في هذه الاتفاقات الالتفاف عليها. إذن ما هي الحلول العملية المقترحة؟ الحلول أن كل طرف يتمسك بما يريد، لأن كل طرف يريد أن تكون له الغلبة. والقتال الآن يدور من حول السلاح وامتلاك السلاح، لأن هذه الأطراف ترى أنها بدون السلاح لا تستطيع لا البقاء في الحكم ولا الاستمرار ولا الاستمرار أيضا في الدولة. فبدون لابد من وصول حل إلى حسم مسألة السلاح. مسألة السلاح أخي العزيز من بداية 62 الثورة اليمنية سبتمبر إلى اليوم وهي المشكلة الحقيقية، لأن هناك أطراف تمتلك السلاح وتحتكر السلاح وترى أن ليس أمامها من حل للوصول إلى الحكم والاستنقاء في الحكم إلا بامتلاك السلاح. فحل قضية السلاح، حل قضية بناء الجيش، حل بناء إعادة تقاسم على أساس مشاركة وتشارك كل القوى السياسية وأبناء اليمن بدون استثناء هو الحل الحقيقي. وحقيقة جزء كبير جدا من هذا موجود في مخرجات الحوار وفي القرارات الدولية أيضا.
إذن أشكرك الكاتب والباحث الأستاذ عبد الباري طاهر، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، وأعود إلى الأستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، يعني هناك اتفاق على أنه لابد من تفعيل العملية السياسية بشكل أكبر حتى تتجنب البلاد الخوض في ما هو أكثر من عملية الهدم التي جرت إلى الآن، لكن في صعيد آخر يقول كثيرون أن في النهاية هناك تعامل مع ميليشيات انقلبت على مخرجات الحوار الوطني، انقلبت على جميع الاتفاقات التي تمت منذ كانوا في صعدة وتمددوا يوما بعد آخر. إذن كيف يمكن تفعيل حل بشكل أو بآخر ينهي هذا الوضع؟ المشكلة أخي العزيز أنه ليس المسؤول عن هذا الوضع هي هذه الميليشيا. هذه الميليشيا لها أجندة مدمرة منذ البداية، وهذه الأجندة كانت معروفة لمن يستطيع أن يقرأ الأمور، ولكن ستتحمل المسؤولية هي الجهة التي مكنت لهذه الميليشيا وأعطتها الكثير من القوة، وأقصد هنا ليست القوة المادية ولكن أعطتها القوة والقدرة لأن تصل وتسيطر على صنعاء ومن ثم سيطرت على بقية الدولة. وأقصد هنا الطرف الآخر الذي هو السلطة منذ 2012 إلى 2014 هي المسؤولة بالطرف بالأساس، وبالتالي نحن أمام معركة أو لنقول عملية مشكلة من طرفين، الطرف الأول هو الحوثي والطرف الثاني هي السلطة الشرعية. إن كان نريد حل أو حلول لهذه المشاكل الكثيرة فإصلاح الطرف الآخر وهو طرف الشرعية يجب أن يتم الحديث على إصلاح هذا الجهاز، هذا اللاعب، لأن الحوثي مستفيد من هشاشة وركاكة الشرعية منذ البداية، تمدد في الفراغ. نعرف كيف سقطت صنعاء ونعرف كيف سقطت المدن، سقطت بتمكين وسقطت دون أي مقاومة تذكر من قبل هذه السلطة، وبالتالي لا نعول كثير على إصلاح الحوثي، ولسنا معنيين على الأقل نحن الذي في صف الدولة في صف فكرة الدولة وفكرة الدولة، نحن معنيين بإصلاح الطرف الآخر القادر على مواجهة الحوثيين. إن حدث إصلاح في هذا الجانب من الممكن حينها احتواء الخطر الحوثي وإضعافه، لأنه هذا الحوثي ليس قوي إلا بأخطاء الطرف الثاني وتخاذله وأحيانا تآمره وغيرها من الصفات التي جعلت من الحوثي قوة كبيرة، وبالتالي لا فائدة. أستاذ عبد الناصر، ما هي أولويات هذا الإصلاح الذي تتحدث عنه؟ الإصلاح أولا إصلاح يا أخي إصلاح حتى يتم، لم يتم حتى الآن منذ اجتياح الحوثي لم يتم عقد مؤتمر حقيقي للقوى السياسية الفاعلة في اليمن، وأقول هنا القوى السياسية الفاعلة وليس القوى الكرتونية التي يتم كما حدث في مؤتمر الرياض، استقدموا لي أشخاص ومجاميع ومغتربين وناس ليس لهم علاقة بالفعل السياسي داخل اليمن، ولكن لأسباب خاصة، وبعضهم لأسباب قرابة، وبعضهم لأسباب أن هناك موارد تخصص لمن حضر. هذه ليست هذه الطريقة، ينبغي أولا أن تجتمع القوى السياسية اليمنية، أكان ذلك في المناطق المحررة محافظة مأرب مثلا أو حتى في الخارج، ليقرروا هذه القوى لتقرر كيفية إصلاح الشرعية والخلل في جهاز الشرعية. الشرعية تعاني من خلل فظيع، إدارتها أسلوب إدارتها منذ ما قبل اجتياح الحوثيين ومنذ ما بعد الاجتياح ومنذ الحرب ومنذ وحتى الآن، وبالتالي هنا ينبغي على هذه القوى السياسية ومن تبقى من هذه القوى السياسية أن تجتمع اجتماع حقيقي، وأقول هنا القوى الفاعلة وليس
الاتيان بمكونات هلاميه مثل مكون شباب نعم. ومكون مراه ومكون وغيرها من هذه المكونات الهلاميه التي يراد بها خداع الناس، تجتمع لتقرر كيفيه اصلاح الشرعيه، لان هذه الشرعيه لم تحصل على شرعيتها ليس بالانتخاب كما يتم الحديث، حصلت عليها من خلال التوافق، من خلال الاتفاق. الانتخابات الرئيس هذه لم تكن انتخابات حقيقية، كان هناك توافق ووضع هذا المرشح، وتم الحديث من قوى السياسية للجميع أنه صوتوا لهذا المرشح الذي كان مرشح وحيد. على هذه القوى السياسية أو ما تبقى منها أن تجتمع اجتماع مسؤول وتتصرف بمسؤولية وتنظر إلى كيفية إصلاح هذا الخلل، ويكون هناك محاسبة وتقييم للسنوات الخمسة الماضية لجميع أعمال هذه السلطة، ومن ثم يتم الاتخاذ القرار المناسب والذي من خلاله بعد ذلك عندما يكون لدينا شرعية من القوة ومن المتانة نستطيع أن نحارب به الحوثي، ونستطيع أن نلف حوله الكثير من القطاعات التي هي الآن إما محايدة أو أنها في صف الحوثي، لأنها ترى بأن الشرعية ليست محل ثقة، وبالتالي ستستمر في أن تكون في يد الحوثي وغير الحوثي يعبث بها. أشكرك المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف. كذلك أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا، وأشكركم مشاهدينا الكرام، وأتمنى أن تقضوا عيدا سعيدا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان مقدم الحلقة، وكذلك الزميل كمال حيدرة منتج البرنامج، وجميع الزملاء في الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.